وزارة الأوقاف بدأت تفعيل الأذان الموحد في عدد كبير من مساجد القاهرة الكبرى اللي بيصل عددهم ل 3538 مسجد. احنا معانا على الهاتف الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف عشان نعرف منه تفاصيل أكتر. صباح الخير على حضرتك يا فندم. صباح الخير عليكم وصباح خير وبركة يا رب على مصر كلها. أهلا بحضرتك. أهلا يعني بحضرتك. حابة حضرتك تفهمنا إيه هو مشروع الأذان الموحد وإيه أهميته؟ حضرتك مشروع الأذان الموحد أطلقته الوزارة من 2019، هو بيعتمد أساسا على صوت موحد في وقت الأذان في وقت واحد في المحافظة، عشان إحنا عارفين إن في فروق توقيت بين المحافظات، فهو عبارة عن إشارة بس بتبقى في جهاز في المساجد، بيبقى في فرصة التحكم على أعلى مستوى بالعامل في المسجد او المؤذن في المسجد او اي حد في المسجد بيفتح وبينتظر اشاره البث، فيتم بث الاذان في جميع المساجد في وقت واحد بصوت واحد. يعني ده جهاز محدد يا فندم مش بالراديو؟ لا في اجهزه يا فندم، لا في اجهزه موجوده في المسجد. اجهزه راديو يعني ولا جهاز حضرتك الوزاره هتوزعه؟ لا جهاز استقبال يا فندم، في جهاز استقبال المسجد موجود. طيب ده ياخدنا لسؤال مهم، هل هيتم تطبيق هذا الامر على المساجد الجامعه ولا المساجد والزوايا ايضا؟ لا يا فندم، هو ان شاء الله باذن الله، يعني هو احنا في البدايه دلوقتي احنا وصلنا لحد الان، لحد بكلم حضرتك دلوقتي احنا عندنا 3538. احنا في الربع الاول بس في العام المالي دلوقتي احنا عملنا 426 مسجد. هو عظيم. ان شاء الله باذن الله، يعني الفكره باذن الله يعني هتعمم على جميع المساجد يعني باذن الله. طب الزوايا الصغيره يا فندم، لان بيدي انضباط في, 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 في وقت واحد بيدي عدم يعني الصوت العالي اللي بيبقى في بعض المساجد، لان برضه مفيش حد بيتحكم فيه في المسجد في الصوت، موحد. انا بس عايز حضرتك توضح النقطه بتاعت الزوايا الصغيره، لان هي اللي بتكون ممكن تكون بعيده شويه وحد عامل زاويه لوجه الله ومركب فيها ميكروفون وبيبقى فيها اللخبطه اللي حضرتك عارفها اكيد. تمام. لا هو احنا ان شاء الله باذن الله هتبقى كل المساجد والزوايا باذن الله كله هيدخل في البرنامج وكله هنسمع من خلال باذن الله من خلال الاذان الموحد باذن الله باذن الله ان شاء الله في مستوى على جميع المساجد وعلى جميع الزوايا طبعا باذن الله، ما عندناش يعني مش هيبقى فيه تفرقه، لكن احنا لحد دلوقتي احنا يعني بدانا بالقاهره الكبرى، عندنا القاهره الكبرى القاهره الجيزه اليوميه 3538، وان شاء الله باذن الله سيعمم في جميع المساجد باذن الله، بس احنا في البدايه بنبدا طبعا بالمساجد الكبرى في البدايه يعني. دكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزاره الاوقاف، بنشكر حضرتك جدا على التوضيح وعلى وقتك الثمين طبعا.